ضربة حظ. ما هذا الزر الكبير والمكتوب عليه ضربة حظ والموجود بجانب زر البحث؟ هذا الزر من أكثر الأشياء اللافتة في محرك البحث جوجل، فأنت عادة عندما تقومين بإدخال مصطلحات داخل صندوق البحث ثم تقومين بالضغط على زر البحث أو الضغط على مفتاح الرجوع، ستنتقلين إلى صفحة النتائج وهي عبارة عن قوائم متتالية من الروابط. ولكن عندما تضغطين على زر ضربة حظ فإنك ستختصرين صفحة النتائج وتنتقلين مباشرة إلى أول موقع أو رابط في ترتيب نتائج البحث. مثلاً إن كتبت كلمة خرائط وضغطت على زر ضربة حظ فإنك ستذهب مباشرة إلى موقع جوجل مابس. ضربة حظ تكون مفيدة في حالة تأكدك من أن النتيجة الأولى للبحث هي نفس الصفحة التي تبحثين عنها، مما يختصر عليك وقت البحث عن الصفحات وزيادة أوقات التصفح. ولكن ماذا لو كان حظي سيئاً؟